أهلا وسهلا بكم مشاهدينا مشاهدي تلفزيون اليوم السابع. نحن الآن في محافظة الأقصر حاليا، وها هو المشهد أمامكم. الغيوم الكثيفة تجمعت منذ دقائق تقريبا وغطت السماء، وها هو أمامكم مشهد لقرص الشمس مختفي تماما خلف تلك الغيوم الكثيفة التي ظهرت منذ قليل بشكل كبير في سماء الأقصر، مما قد ينذر يعني بتقلبات وحالة من الطقس المتقلب خلال الساعات المقبلة في محافظة الأقصر. زي ما انتم شايفين المشهد أمامكم، الغيوم بتكسو السماء، وهي غيوم يعني أشبه بالغيوم الماطرة التي تنذر بأن الساعات المقبلة قد تكون ساعات ماطرة وعودة للطقس الذي ضرب محافظة الأقصر خلال الأيام الماضية. خلال الأيام الماضية شهدت الأقصر يعني حالة من التقلبات الجوية، كما تم في محافظة أسوان والبحر الأحمر. وصلت الأقصر العاصفة الرملية والترابية يوم السبت، وكانت هناك أمطار في جبال البحر الأحمر وفي أسوان. تلك الأمطار في جبال البحر الأحمر وصلت توابعها إلى المنطقة الشمالية الشرقية في الأقصر، ووصلت يعني عبارة عن سيول إلى جبل مدينة طيبة. ورجال المدينة انطلقوا في يعني أعمال إزالة آثار تلك السيول التي تسببت في قطع ووقف حركة السيارات على الطريق الصحراوي الذي يربط شرقا الأقصر بمحافظة قنا. ولا يزال يعني حتى اليوم، حتى صباح اليوم، رجال جهاز مدينة طيبة يقومون بأعمال مستمرة لإزالة كافة آثار السيول، والتي كانت يعني سيول شديدة حسب ما أكد رجال جهاز مدينة طيبة. وها هو المشهد أمامكم حاليا، الغيوم يعني الكثيفة تغطي سماء الأقصر، وقرص الشمس أمامكم مختفي خلفها. يعني ومن جانب طبعا يعني التجهيزات والاستعدادات، محافظة الأقصر يعني تعقد لجنة وغرفة عمليات على مدار الساعة بقيادة المستشار مصطفى ألهم لمتابعة أي تطورات في حالة الطقس أو تقلبات جوية. غرفة العمليات بتتابع على مدار الساعة كل ما يتم لرصد أي أمطار أو عواصف ترابية تخرج أو تصل إلى الأقصر للتدخل الفوري ولحماية الأهالي في القرى والنجوع الواقعة في المناطق الجبلية وفي المدن المختلفة. وهذا هو مشهد الغيوم التي تجمعت صباح اليوم بمشهد كثيف في سماء الأقصر، وأدت إلى اختفاء قرص الشمس منذ دقائق تقريبا. الغيوم زي ما انتم شايفين مشاهدينا يعني أشبه بالغيوم المطرة من الجانب الشرقي، حين هنا الغيوم بسيطة، ولكن من جهة الجنوب القادمة من أسوان غيوم كثيفة للغاية غطت السماء. والمحافظة يعني حاليا رفعت درجة السعدات القصوى تحسبا لأي أمطار أو تقلبات في الطقس خلال الساعات المقبلة. زي ما ذكرنا لكم مشاهدينا ان حالة الطقس في الأقصر مثلها كباقي محافظات الصعيد، كانت يعني متقلبة خلال الأيام الماضية، عواصف ترابية ورملية ووصول بعض آثار السيول إلى المنطقة الشمالية للمحافظة. وكانت الأمس وقبل الأمس على مدار 48 ساعة الماضية كانت الأجواء مميزة جدا، والشمس ساطعة منذ الصباح الباكر، ولا توجد أي يعني تجمعات للغيوم. ولكن اليوم المشهد يعني أمامكم تجمعات كثيفة للغيوم في السماء، وغيوم يعني أقرب إلى السواد، غيوم تنذر بشبه قدوم أمطار خلال الساعات المقبلة على محافظة الأقصر. وهو ما قالت أن هيئة الأرصاد أنه متوقع على بعض محافظات جنوب الصعيد ومحافظات مصر. تابعونا طبعا مشاهدينا على تلفزيون اليوم السابع على مدار الساعة لمتابعة كل ما يتطور بحالة الطقس في الأقصر وباقي محافظات مصر. لنرصد لها لكم على الهواء مباشرة أولا بأول. رصدنا لكم هذا المشهد من سماء محافظة الأقصر وتجمعات السحب الكثيفة في السماء صباح اليوم الثلاثاء. كان معاكم
من محافظة الأقصر، أحمد مرعي، مراسل تلفزيون اليوم السابع. زي ما انتم شايفين يعني الغيوم بتغطي السماء تماما، وحالة من عدم الاستقرار في الطقس، والغيوم غطت تماما قرص الشمس زي ما انتم شايفين في المشهد أمامكم حاليا، والكل في حالة استعدادات قصوى في المحافظة ومجالس المدن والقرى المختلفة، كل المعدات متواجدة في الشارع استعدادا لأي عواصف ترابية أو رملية أو أي أمطار لحماية وخدمة الجميع على مدار الساعة في محافظة الأقصر.